نشأة الليلة، بري وجنبلاط يبحثان مساعي تأليف الحكومة. عون يؤكد أن الحكومة قريبة. شعوري أنه راح يصير في حكومة. أصدقاء سوريا يحثون الائتلاف على المشاركة في جنيف. الجديد يجول في مخيمات الأكراد السوريين في أربيل. كان يعني أكثر من تركيا من لبنان في أمان. ومن غزة الحسن أول طفل من نطفة مهربة من السجن. مجرد ما سمع الخبر يعني من قبل أسير تامر الزعانين قال بكيت وحبيت أني أنا أكون معاكم في هذه اللحظة. وفي النشرة الفصل الأخير من خلاف نجوى ملحم ب300,000 دولار. والجيش السوري الإلكتروني يغزو البنتاغون ويخترق مايكروسوفت. هذه العناوين وتفاصيل أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل.